حالة. حينما يقال الآن وتأتي حالات من الشرود شذوذ الذي يسمونه المثلية وما إلى ذلك، ويضغط على الناس ليصفقوا لهذا، يجب أن تعتبر أن هذا الشذوذ وضع إنساني. يقولون لك في الدفاع عن المثلية إن المثلية هي شيء وجد في التاريخ، ليست المثلية بنت اللحظة. المثلية هذا الشذوذ الجنسي أو هو ليس وليد اللحظة، لماذا نعيبه الآن على الناس؟ ونقول من قال لكم إن الشذوذ وليد اللحظة؟ المثلية سجل القرآن عنها حديثا كبيرا في قوم لوط. وهل كان قوم لوط في القرن العشرين؟ هذا القرآن يقول لكم بأن هذا من أقدم ما فعل الإنسان، لكن كونه قديما لا يعني أنه صحيح. لاحظوا هذه، هذا يلبس به، كونه قديما يحاكم بمعايير الصحة والخطأ. إن قلتم إن هذا يجب، أي شيء يجب أن نقبل به لأنه قديم، وأقول لكم بموجب القرآن أن أقدم منه هو قتل الإنسان للإنسان. أقدم من شذوذي هو قتل ابن آدم لأخيه، والله تعالى تحدث عن ابني آدم وكان ابنين فقط، أي في الزمن المبكر من تاريخ البشرية كانت المعصية الأولى هي قتل. هل معنى ذلك أن القتل سيصبح مباحا لأنه قديم، لأن إنسانا في الزمن السابق قتل؟ وهل سنقول إن المثلية حديثة صحيحة لأنها كانت موجودة في التاريخ؟ هذا عبث بالقيام. المعايير لا يجوز أن نعبث بها، المعايير تذكر ليعرف ويبقى عليها ليعرف ما هو صواب مما هو خطأ. ما يصلح الإنسان، ما يستبقي الوجود البشري صواب، ما يدمر الإنسان ليس صوابا، ليس صوابا، ولو فعله جميع الناس. إذا كنا نبشر الناس بنهاية الجنس البشري بالعلاقات التي لا تنتج ولدا، فإذن يجب أن نقول لنا هذا جانب يجب أن نهتم به، هذا المعيار. إننا حينما نبشر الناس بهذه المثلية فإننا نبشرهم بالفناء. نقول لهم أيها الناس إذا صرتم كلكم في هذا الاتجاه فأبشروا بأنكم منتهون بعد مدة. من أين يأتي النسب؟ النسل من أين يأتي الإنسان؟ الله أراد للإنسان أن يستمر، وأنتم تريدون له أن ينقطع. ما قيمة هذا إلا أن هذا يلبي شهوة ولكنه يحقق فناء، وتلك الشهوة التي تلبى بذلك تلبى بكيفية أنظف بالعلاقة الجنسية الصحيحة. إذن فلا جدة في الأمر ولا شيء يستدعي أن نقول إن هذا الأمر. وهذا خطاب له من يدعو إليه ومن يسانده، ويعلم الله أسباب هذا الخطاب لماذا يجد من يدافع عنه، مع أنه هو خطاب للموت، للفناء، لنهاية هذا الإنسان. إذا أخذ الإنسان بهذا الأسلوب فلن يبقى على وجه الأرض إنسان مطلقا. والذين يقولون بهذه المثلية يعودون فيتناقضون ويقولون نحن يجب أن نمكن هؤلاء الأسر المثلية، زوج وزوج، رجل ورجل، وامرأة وامرأة، يجب أن نتيح لهم لهؤلاء جميعا فرصة تبني الأبناء. إذن الأبوة راسخة في فطرة الإنسان، المرأة تريد أن تكون أما والرجل يريد أن يكون أبا، ولكنه يقطع الطريق، يقطع طريق الإنجاب. ونقول هذا متناقض، فإن كنتم تريدون الإنجاب وتريدون أن تستمتعوا بالإنجاب، والإنجاب هو جزء من البيئة، نحن نقول باحترام البيئة، هذا احترام البيئة، لأننا نجد هذا في الحيوانات من حولنا تتناسل، الحيوانات من حولنا لا تستشير، تتناسل الكلاب والقطط والحيوانات كلها، بل هناك حيوانات تساعد على الإنجاب عن طريق التخصيب صناعي كما يفعلون مثلا بالنسبة للبقر، ويفعلون بالنسبة للخيل وما إلى ذلك. إذا كنا نحن نعتني بالحيوانات لتنجب لتستمر، ونقول الإنسان يجب أن تتوقف عن الوجود، فهذا خلل كبير. وفي الوقت ذاته نقول بل نستدرك ونقول بل إن الرجل والرجل يحتاجان إلى صبي، لأنهم يرضيان بذلك الأبوة،
عاطفة الأبوة مرتبطة بعاطفة بخاصية الإنجاب. وكذلك المرأة تقول: إذن فمن أين نأتيكم بهؤلاء الذين تطلبون من الأطفال؟ هم يطلبون أطفالا، من أين نأتيكم؟ تطلبونهم من أناس ليسوا على شاكلتكم، من أناس يتزوجون وينجبون فقط، فما منعكم أن تتزوجوا وتنجبوا وتستريحوا؟ ثم من أين في هذا العصر، من أين يأتيك شخص، أين تجد شخصا يعطيك ولدا؟ من أين؟ لو طفت أوروبا كلها طولا وعرضا ما وجدت شخصا يتبرع عليك بولد، يعطيك هدية، يعطيك مالا، يعطيك شيء، ولكنه لا يعطيك ولد، لأن أصلا ليس عنده أولاد، عنده ولدان أو ثلاثة. تمشي عند أوروبي تقول له: الله يخليك أعطيني واحد الولد أنا بغيت تربي، يقول لك سير بحالك، أنا عندي جوج ديال الدراري صافي نضرب حسابي بك، غادي يكون عندي ولد وبنت. ها؟ منين تجيبو أنت؟ أوروبا ما يعطيوكش، كل لايق، ما فيش السوق. إذا ذهب إلى الشعوب الفقيرة، إلى الفقراء الذين يستطيعون أن يسعفوكم بأبنائهم، اللي عندهم ستة وسبعة ديال البز وكذا، هذوك يعطوكم. وحينما تعطونهم مالا يعطونكم أبناء. ما غاديش يعطيك حتى هذوك مالي ستة وسبعة، ما يعطوكش. هذاك ما يعطيكش تجرو. إذا طلبت عليه جرو يقول لك شحال تخلص. ما يعطيكش ولد. واخا عنده ولاد ستة. فإذا لم تعطيه لا يعطيك. منطقيا. ولكن أنت بطريقة من الطرق، خصوصا في الجهات التي تكون فيها أزمات وكوارث وزلازل، يأخذون ولكن بثمن ولا يصرحون. ماذا تسمى هذه العملية؟ أليست نخاسة جديدة وشراء للبشر؟ نقول متاجرة بالبشر. أشياء أقل من هذا يسمونها متاجرة، أليست هذه متاجرة بالبشر؟ وحينما تأخذ طفلا تعطي أبويه ما شئت أن تعطيهما. وتعرفون قصة الطائرة التي احتجزت، طائرة فيها 100 طفل وكانت ذاهبة إلى أوروبا إلى فرنسا، وتدخل الرئيس. من كان هؤلاء الأطفال؟ كانوا أطفال أفارقة من عائلات فقيرة، كان الجوع يحاصرها والناس أعطوها. هذا الطفل الذي تأخذه إلى أوروبا ويكبر في أوروبا، أين إرادته؟ هل حينما تتحدث عنه يافعا يقول لك: أنا قلت لك جيبني؟ أنا ما قلت لك جيبني، أنت تصرفت بدلا عني. أنا لم، لذلك حينما تحدثوا عن زواج القاصرين، لا نحد زواج القاصرات، ياك، ونريد بيع القاصرين والقاصرات. إذا كان زواج القاصرين والقاصرات لا يجوز، أيجوز بيعهم وتحويلهم إلى بيئة أخرى؟ حينما يذهب إنسان من هذا القبيل أسمر اللون ليعيش في مثلا في عمق أوروبا مع أناس لا يشبهونه في الألوان ولا في الطباع ولا العادة، ويجد نفسه نشازا، كيف يكون شعوره؟ سيعرف أنه طفل تعرض للبيع صغيرا. هذا هو التحليل اللي خصنا سيدي، المنحل وما نخدمش هذه الفوضى ديال الكلام اللي تجبروا الان، وكل واحد يريد شيئا يدفع في اتجاهه.